في الحلقات اللي فاتت خلصنا الجزء النظري، شرحنا كل الكومبوننتس بتاعتنا بتاعت الرابر دام، طرق الرابر دام، الابلكيشنز بتاعتها، ازاي شفنا ديفرنت كلينيكال كيسز. دلوقتي هنبدا نعمل الجزء العملي، ازاي بنبدا نركب الرابر دام، ايه الحاجات اللي احنا محتاجينها علشان نركب رابر دام بشكل سهل بسيط ما يبقاش فيها اي مشاكل. هناخدكم دلوقتي ونروح نبص على الكومبوننت بتاعت الرابر دام، نشرح كل واحده فيهم، الحاجات اللي موجوده في الكلينكس، بعد كده نبدا نطبق على دامي هيد اللي موجودة معنا. يلا بينا. اول حاجه موجوده معانا دلوقتي هنبدا نشوفها، هي احنا معانا ديفرنت كلر من الرابر دام شيت، مش بس ديفرنت كلر، لا كمان ديفرنت سيكنس، يعني واحده منهم هيفي واحده منهم ميديوم. مين اللي انا بشتغل بالهيفي وبالميديوم زي ما اتكلمنا في النقطه دي؟ البلاك، الجرين، البلو، السلك بلو، ده افضل كلر انت ممكن تستخدمه في الرابر دام. احسن حاجه في احسن كونتراست لو انت بتعمل دوكيومنتيشن لريسيرش او لماستر او اي حاجه ليها علاقه بالاكاديميك ريسيرش، فده افضل كلر انت ممكن تستخدمه للرابر دام بتاعتك. كنا اتكلمنا على ان احنا عندنا مشكلة في الرابر دام اللي هي بتاعت النيكتون. ده الرابر دام بتاعت النيكتون، حلوة جدا جدا وشكلها ظريف جدا، هي مين اللي بتكون اللون بتاعها السلك بلو. اكشولي احنا عندنا مشكلة صغيرة في النيكتون رابر دام، ان هي بتتفاعل مع السوديوم هايبوكلورايد وبالتالي ممكن يحصل تير اثناء الشغل. فقلنا في حاجة من اتنين، يا اما ان احنا نعمل سكيور للرابر دام اول اراوند بليكوي دام عشان نمنع الدايركت كونتاكت ما بين السوديوم هايبوكلورايد وما بين النيكتون، او ان احنا ما نستخدمهاش في اللونج سيشن روت كنال تريتمنت اللي بيبقى موجود عندي. مين لي معظم انواع الرابر دامز اللي انا بستخدمها بتكون سانشري. سانشري ظريفه جدا جدا، سعرها اقتصادي، الوكيل بتاعها موجود في مصر هو بيبودنت، فيها ديفرنت كلر، فيها لاتكس فري رابر دام، ممكن تنفعني للبيشنتس اللي عندهم اليرجي من اللاتكس. ده اول كومبوننت معانا اللي هو الرابر دام شيت. نخش على تاني كومبوننت عندي وهو الرابر دام فورسيبس. والرابر دام فورسيبس احنا قلنا ان احنا عندنا تو ديزاين، دايما الديزاين ده مش محبذ، لكن الديزاين ده هو المين بالنسبة لي، لكن ده انا مش بحبز الديزاين ده. اكشولي انت لما بتيجي تضغط هنا بتحتاج فورس كبيرة عشان تطلع فتحة الى حد ما متوسطة، مقارنة بالديزاين التاني بتحتاج ضغطة قليلة وبتطلع تقريبا مرة ونص قد المسافة اللي بيعملها الفورسبس. اذا وانت بتشتري كلام فورسبس بتاعي، انا بحب الديزاين ده ومش من هواة الديزاين اللي موجود عندي. ده الموديفيكيشنز اللي احنا قلنا اللي احنا محتاجين نعمله. دايما بنحتاج ان احنا نجيب ميتال بير ونبدأ نشيل الاندركات اللي بيبقى موجود في الفورسبس عشان ما يضايقناش في الكلامبس اللي بتبقى تيشو تراكتورز كلام. ثالث كومبوننت موجود عندي هو البانش، وقلنا البانش هو بيبقى عباره عن ان انا مكون فيه شارب بلاجر وروتيتنج ديسك، ولازم اخد بالي من التكه اللي بتحصل دي، لان التكه دي معناها ان بينزل في كل مره على وان هول ولازم يتحرك معايا بسهوله، ولازم البلاجر ينزل في الهول دايركتلي بدون اي مشاكل. لو بينزل ما بين الهولز وبعضها ده معناها ان البلاجر ده ممكن من الاستخدام بتاعي وانا شغال مش واخد بالي، كل شويه اخبط البلاجر في فلات اند سيرفيس وبالتالي ممكن يعمل لي بلانت تيب بدل ما هي تبقى شارب تيب، وبالتالي الكات بتاعتي هتبقى مش مظبوطه. بعد كده عندنا شويه اكسسوارز ناخد بالنا منها، الماس، الفلوس، التفلون، اللوبريكانت، والليكويد دام. وقلنا الليكويد دام هو عباره عن ريزن ماتيريال بيكون لونها بلو، ببدا اضغطها عشان اسكيور بيها الرابر دام بتاعتي على حسب الحاجه، وطبعا بحتاج اعمل لها كيورنج لمده 10 ثواني او 20 ثانيه يحصل لها هاردنينج، وبالتالي اقدر اعمل بيها سكيور للرابر دام بتاعتي زي ما انا عايز. برضو من الاكسسوارز اللي موجوده عندي طبعا ده التمبلت بتاعي اللي بيكون فيه المجزلة والمانديبولر او المجزلري والمانديبولر، الرايت والليفت والرايت والليفت. دايما زي ما قلت لحضراتكم بحط التمبلت بتاعي في النص، في بعض الناس احيانا بتحب ترحله شويه للاذر سايد اللي مش هتشتغل عليه، اتس اوكي ما عنديش اي مشكله. والبايت بلوك اللي انا بستخدمها في الاذر سايد، اللي انا بخلي البيشنت يعض عليها في الاذر سايد في الجزء اللي انا مش هشتغل فيه علشان تريح البايت بتاعه المريض. بعد كده عندي الفريم، ميتال فريم، فولدبل فريم. الميتال فريم حلو جدا في حالات الريستوراتيف، الفولدبل فريم حلو جدا في حالات الروت كانال تريتمنت. ميزه الفولدبل فريم اقدر اتنيه بهذا الشكل وبالتالي يديني سبيس ورومينج لو انا عايز استخدم اكس راي. هو مكون من تو هنش موجودين هنا مفصلتين كده، بيبدا يتحرك يمين وشمال فيسهل عليا فكره ان انا اعمل بيندنج للرابر دام وانا شغال ب
بسهولة، ما يبقاش عندي اي صعوبة لو باخد اكس راي. كمان هو بلاستيك فريم، انا مش بحتاج اشيله اثناء الاكس راي بتاعتي. اخر حاجة اتكلمنا عليها لو نفتكر مع بعض في المحاضرات النظري، كنا بنقول ان احنا عندنا الكلام، والكلام سيليكشن هو اهم خطوة في الرابر دام. ليه؟ لان انا وانس ان انا ركبت الكلام مظبوط ابدا اركب رابر دام مظبوط. اخترت الكلام مظبوط، هختار الابلكيشن تكنيك بتاع الرابر دام مظبوط، هسهل الشغل بتاعي بسهوله جدا. طيب ازاي اقدر اعمل ده؟ خلينا نبص انواع الكلامس اللي موجوده عندنا ايه. احنا اتكلمنا ان احنا عندنا 10 كلامس، هما المين كومون كلامس اللي احنا بنستخدمها في الديلي ووركس بتاعنا. في شويه حاجات زياده هنا حابب برضو اقول لكم عليهم. طبعا ده الكلام رقم 26 اللي احنا قلنا عليه الكي اس كي الجوكر كلام، وده الباسيف كلام. عندي الاكتف كلام بالدبليو 8 اي بتاع شركه كي اس كي، وقلنا ان البديل بتاعه لو انا محتاج الجو بتاعه يكون صغير شويه هيبقى البي 1. عندي ال 212 ده كلام فور انتيريورز دبل ارشد، يعني اقدر استخدمه از سنجل توث ايزوليشن. عندي ال 44 كلامب، وده بستخدمه از اوكسيلري كلامب لما بحتاج اعمل لوكال ريتراكشن للرابر دام بتاعتي في الانتيريور تيس، او بستخدمه في الفينير سيمنتيشنز في الانتيريورز، او في الكراون سيمنتيشنز في الانتيريور از اوكسيلري كلامب. النقطه الثانيه بعد كده عندي اثنين بريمولر كلامبس، دول بستخدمهم للبريمولر والانتيريورز. عندي كلامب وينجت كلامب بستخدمه للمورر في سنجل توز ايزوليشنز. بعد كده في سوفت كلامب بتطلعه شركه كير. عندي سوفت كلامب بتطلعه شركه كير، بيبقى ظريف قوي على الجينجيفا، حلو قوي للتوس اللي عليها كراون. ده الكلام الباترفلاي كلام 210. احنا قلنا الكلام ده بنستخدمه للانتيريور سنجل توس ايزوليشن، بيكون الجو بتاعي في جزء منه، لو تيجي نبص هنا في جزء من الجو كبير وفي جو صغير، الكبير دايما بيكون ناحيه الباكل سايد. احيانا بنحتاج نعمل موديفيكيشن في الكلام اللي هو ال 212. بص على الكلام بال 212 وبص على الكلام ده. لو هنيجي نشوف الكلام اللي موجود عندي ده، هو ده كلام 212 بس هو شبه الكلام بال 212. لو انا جبت البير بتاعي وقصيت الكلام ده من هنا ومن هنا، هيتحول ال 212 الدبل ارشد ل 212 سنجل ارش، بس ساعتها مش هيبقى كلام انكور كلام، لا هيبقى اوكسيلري كلام. هيشتغل زي مين؟ زي ال 44 او البي 4 بتاع كي اس كي. بس دايما انا بحب اعمل الحركه دي في الكلامبات الباكستاني، ما بحبش اعمل الحركه دي في الاوريجينال كلاب عشان ما اخسرش كتير، لان انا كده بحتاج طبعا ان انا احتاج تو كلامز عشان ابدا اعمل كلامبين 44 او بي 4 موجود عندي او بنفس الديزاين ده. عشان ما اخسرش كتير بجيب كلامبات باكستاني في حدود 40 50 جنيه مصري، وبعد كده ابدا اقطع الكلامبات اللي موجوده او الجزء الارش اللي موجود عندي واحولها لبي 4. بتنفع كتير في الكلينيكال كيسز بتاعتنا، وبتبقى حل ظريف بدل ما ان انا اشتري كلامب بي 4 او 44 بيكون سعرهم شويه غالي. بكده نكون استعرضنا كل الارمامنتريمز بتاعتنا بتاعت الرابر دام، كل الكومبوننت اللي احنا بنستخدمها في الرابر دام. هنبدا بقى دلوقتي الحلقه اللي جايه على طول ندخل مع بعض في الكلينيكال ابلكيشن، نبدا نعمل ابلكيشن للرابر دام على الدامي هيد بتاعتنا.